هنيجي نعمل الخلطة. هنقول دلوقتي مقادير الطماطم المخللة والبتنجان. انا عايزة اخلص علشان اقول لكم الوصفات اللي طلبتوها. هستعمل 5 طماطميات وراس توم مفروم طبعا، هستعمل فلفل لايح حراقه مفرومه، بقدونس، ملح وفلفل، كمون، 2 معالق عصير ليمون، و3 معالق خل. اوكي، اللي هقول برضو مقادير البتنجان المخلل علشان نعمل الاثنين في نفس الوقت يا ياسر. البتنجان المخلل 1 كيلو بتنجان محمر. بصوا البتنجان بحمرها زي ما هي وبشقها افتحها من النص. ممكن تعملي شرايح بتنجان، يعني لو ما عندكيش بتنجان اللي هو العروسي ده، ممكن البتنجان الرومي ويتقطع ترانشات ويتحمر في الزيت عادي، ده او ده. راس توم، فلفلايه حراقه، كزبره خضراء، ملح وفلفل، كمون، عصير ليمون، و3 معالق خل. بصوا هما الاثنين شبه بعض قوي، يفرق بس ان البتنجان بحط فيه كزبره والطماطم بيتحط فيها بقدونس. هاجي اعمل ايه؟ الاول الطماطم، بنقي الطماطم الجامده، الطماطمايه تكون جامده علشان ما تتهريش معايا. اجي اوكي، واجي اشقها مش للاخر كده، في الاخر تبقى ممسوكه من الاخر كده اهو، شايفين اهي. واجي اعمل الخلطه بتاعتي، بقدونس، فلفل حراق، والثوم. بعد ما بنعملها بالحشوه دي بنسيبها ساعه تشرب كل النكهات من بعضها. وادي الليمون، ملح طبعا اهي، بدعك كل التتبيله في بعضها وابتدي احشيها كده. وانا بحشي لازم ايدي بالخليط ده يجي على الطماطم من بره عشان كلها تشرب منه، يعني لازم ما اعملش كده واروح حتى شويه صغيرين، لا ده انا لازم تتشبع كلها بالخلطه دي علشان نسينا نحط الكمون. ادي الكمون، فكده هو بقى. بصوا الكمون، هاجي بقى اعمل كده تاني علشان تشرب كلها من الخلطه بتاعتي. هاجي بقى ادي واحده، هعمل الثانيه. احنا بنقطع من الجزء اللي ما فيهوش الحته الخضراء دي. بصوا يعني انا بقطع من الناحيه الثانيه، الحته الخضراء دي ما اقطعش منها اهي، الاثنين هم مع بعضهم. دي ما بقطعهاش، بروح قلبها الناحيه الثانيه واقطع. اوكي، اهو. احنا بنحشيها، وزي ما قلت لكم بحاول ان التتبيله تيجي على الطماطم من بره، وفي الاخر بمسحها كده اهو. هبتدي اعمل بقى البتنجان، بس اخلص واحده كمان اهي. يبقى بحشيها واحاول ان السوائل دي كلها تتشبع بيها الطماطمايه. طبعا انت ممكن تجيبي طماطم اصغر من كده ويبقى شكلها حلو، مش مشكله يعني. الصوص بقى ده اللي فضل انا هنقع فيه الطماطم شويه كده وكده، هخليهم منقوعين شويه لغايه لما اخلص البتنجان ونيجي نقدم في الاخر اهو، شايفين اهو. هاجي بقى اعمل البتنجان، دي المنقوعه اهي، هخليها هنا على جنب. هاجي اعمل خلطه بتاعه البتنجان، الكزبره والليمون، ثوم، والخل، وادي الكمون، والملح. ممكن في الاخر تحطي زيت لو تحبي، بس خدي بالك ان البتنجان محمر، في ناس برضو بتسلقه، بس هو المحمر بيبقى طعمه حاجه تانية.
البتنجان انا هستعمل هنا اللي هو بتاع المحشي، العروسي بتاع المحشي، بيتحمر وبيتشق بالسكينه كده اهي، ما بشقش للاخر. ام جودي. اه يا حبيبتي. ازيك حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله يا قلبي. عينيا ليكي حبيبه قلبي. الحمد لله يا حبيبي، انت ايه اخبارك؟ كله تمام، سعيده وانت طيبه. حضرتك طيبه. وانت طيبه يا روح قلبي، وانت طيبه. الله يخليك. وطي التلفزيون بس عشان اسمعك كويس. انا اولادي بيحبوكي قوي. حبيبه قلبي ربنا يخليهم لك يا رب وتفرحي بيهم. يا رب يخليك. انا قبل بس ما اطلب منك طلب، كانت بنتي جودي عايزه تسلم على حضرتك. ماشي اديها لي. يا جودي. الو. الو يا حلوه، ازيك؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ 7 سنين. يا لولو ان شاء الله ان شاء الله كده مامي تشوفك عروسه قريب. حبيبه قلبي، عايزه نعمل لك حاجه؟ لا حبيبتي. اخواتي بيحبوني. وانا بحبكم يا حبيبتي. لا اخواتي بيحبوكي. اخواتي بيحبوكي. وصلت يا روحي. فهمتها. تسلمي لي يا قمر. وصلت. ميرسي ميرسي ليك والله. ادي البتنجان بقى هحشيه اهو، برضو احاول ان انا ادي، وفي الاخر برضو هحطه في الصوص اللي البواقي النزه دي عشان يشرب الطعم. ممكن تعملي بتنجان رومي، ترانشات بتنجان رومي وترصيها، وبعد كده اهو تحطي بينها الحشوه كده. وممكن بقى فلفل احمر حراق يتقطع ترانشات ويترش على الوش عشان يدي لون حلو، يبقى كديكوريشن. في ناس بتحط طماطم في البتنجان ده، هقول لكم بقى مشكله الطماطم ايه. مشكله الطماطم ما بتخلوش يعيش كتير، يعني انا لو عامله كميه من البتنجان ده هحطها في الثلاجه تقعد معايا كتير قوي، ممكن تقعد معايا اسبوعين مش هيحصل لها حاجه. بس لو انا حاطه بقى طماطم مكعبات في الحشوه دي، الطماطم بتبوظ بسرعه، فهتلاقيه باظ منك بسرعه. فلو هو هيتاكل على طول، ممكن تحطي مكعبات طماطم صغيره في الحشوه دي بتبقى حلوه. لو عايزاه يقعد كتير ما تحطيش الطماطم، الطماطم روحها قصيره ما بتقعدش كتير. ده فرق يعني عايزه اقوله لكم بس كده اهو. فاضل لنا قد ايه على الفاصل؟ اوكي كده اهو. وبرده نفس الحكايه بحط عليه بقيه السوائل ده علشان الكشري المصري. هنكمله بقى طبعا بتنجان بنفس الطريقه. هاجي اعمل البيض المزغلل او المدحرج، هشوف بس المعلوس اهو. بصوا عايزه اوريكم شكله اهو، شوفوا لونه اصفر والرزايه مش مفلفله اهي. اوكي اهو اهو خلاص كده اهو. ده المعدوس هشيله من على النار، هخليه متغطي دقايق يفتح اكتر، وبقدمه بقى ايه بقى، بقدمه مع البصل المحمر زي بصل الكشري بتاعنا. وهقدمه ادي البصل المحمر، بصل المحمر هنعمله لكم في الكشري العادي. وهنصفي دلوقتي التمر هندي وعمل لكم السلطه بتاعته. ادي البصل المحمر اوكي خلاص. هنطلع فاصل، هحمر بس الحمر علشان هو اسمه حمر فبلخبط. التمر هندي عندنا اسمه حمر هناك، فالحمر ده او التمر هندي انا هصفيه. واطلع الفاصل عشان نرجع نكمل بعد الفاصل. بصوا اهو احنا نقعناه، بيتنقع من نص ساعه لساعه اهو، وبعدين بصفيه. لازم يبقى تخين اهو، بفضل اعمله كده لغايه لما ينزل ويبقى سميك بالنسبه لي. خلاص ممكن اطلع بقى دلوقتي الفاصل على ما اصفيه كله. هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنوني. رجعنا من جديد، غرفنا المعدوس. انا هحط بوله في وسط الرز علشان هحط فيها الحمر او التمر هندي اللي بيتقدم جنبه. اوكي كده اهو. هنيجي بقى نعمل ادي التمر هندي بعد ما اتصفى، يبقى سميك ما بقاش خفيف. هحط فيه
هوريه لكم سمكه بالمعلقه كده. بصوا بصوا اهو اهو تخين. اوكي انا مش هحط ملح لان انا حاطه بصل عليه ملح وفلفل، فهاجي احط البصل بتاعي اللي انا دعكاه بالملح والفلفل، واجي احط الكمون، شويه شطه وشويه كركم. اوكي استاذه سميره. يا حاجه سميره عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك عامله ايه؟ انت اللي عامله ايه؟ الحمد لله بخير طالما بسمع صوتك وصوتكم كلكم والله. ربنا يبارك فيكي يا حبيبه قلبي. ربنا يخليكي ليا. انت على فكره انا بيعجبني في كل حاجه بتعمليها حلوه حبيبتي، وعلى فكره انت اتصاليه جدا. ما هو الوقت اللي احنا فيه ده وعايز كده. الحمد لله ربنا يخليكي. والله ربنا يبارك فيك ان شاء الله بقى للناس اللي قدامك. المهم انت بس تبقى حاجه حلوه. يعني بحاول اقتصد قدر الامكان بس في نفس الوقت نقدم حاجه حلوه شكلها حلو تبقى زينه كده للعين. حلوه وتفتح نفس الناس، هي الاكله دي مش تفتح نفس الناس وطعمها حلو قوي كمان. ربنا يخليكي يا رب. حبيبتي تسلمي يا رب. ربنا يخليكي. انا والله انا مقصره معاك يا عريس. لا والله يا حبيبتي انت على راسي والله. تسلمي لي. الف شكر ليكي والله. بصوا بقى هحط الحمر هنا او التمر هندي في النص، وهاجي بقى بالبصل المحمر. البصل شويه ملح ودقيق طبعا قبل ما احمره، هنعمله في الكشري المصري ملح ودقيق علشان يقرمش معايا كده. واروح على فكره مش كل السعوديين برضو بيحطوا بصل، ناس وناس. اهو ادي البصل، جربوه الطريقة دي هيعجبكم جداً.